بعد أن وصل مدينة الدلم قاضياً عام 1357، هذه مدينة بسيطة جداً عبارة عن مزارع، حقول زراعية، نخيل، بيوتات بسيطة، ناس فضلاء طبعاً وعائلات فضلاء. كان القضاء أول لا توجد له مباني، ما لها مباني ولا لها أماكن مخصصة. كان القاضي يقضي في المسجد، ممكن يقضي بين الخصوم وهو يمشي بين في زقة المدينة يعني أو في سككها. فرأى أنه لا بد أن يكون هناك مبنى أو بيت أو حاجة للقضاء، فبنى بيت، عاونه أهل الدلم، بنى غرفة من اللبن وسقفها بالخشب والعريش، وكانت مبنى للقضاء، تكاد تكون أول دار قضاء في هذه المدينة. ثم بعد ذلك زاد فيها غرفة أخرى عشان النساء يجلسون فيها أحيانا، ما يتزاحم، لأن غرفة بسيطة صغيرة. وهو أول أيضا من جعل هناك سجل للقضايا، وأصبحت القضايا تدون أنه قضية فلان وقضية فلان في اليوم الفلاني وحكم فيها بالشيء الفلاني، وهذا شيء جديد اللي هو قضية التدوين. وأثناء عمله في الدلم قاضيا كانت الحياة بسيطة جدا، كانت الرواتب عبارة عن صاع من البر أو من الشعير أو من الحنطة كل شهرين أو كل ثلاثة ترسل من بن سليمان، كان رئيس أو مدير المالية عند الملك عبدالعزيز. هذه كانت رواتبهم، يعيشون على الحبوب والشعير وما إلى ذلك. وقال لنا أنه في آخر العهد، في آخر الأمر يعني في آخر أيام عملهم في الدلم، كانت الرواتب أصبحت فلوس ونقود في آخر الأمر، يعني كانت نقود بسيطة يعني. ورغم عملها بالقضاء لأن القضاء لم يشغلها عن التعليم، فكان يدرس الناس في المسجد في الصباح وفي الضحى أحيانا إذا كان يوم إجازة وليس يوم عمل، بعد الظهر بعد العصر وما إلى ذلك، ويتحرى الناس بالكلمة والموعظة، وفي مناسباتهم يحضر ويشارك بالكلمة ويحث ويرغب وما إلى ذلك. وفتح مدرسة وهو سبب فتح المدرسة في الدلم وبناء المسجد الجامع في الدلم، وكان متعاونا مع أمير الدلم